أهلا وسهلا فيكم في مركز الأردن لفحص السيارات. مركز الأردن كما عودكم يواكب التكنولوجيا لفحص السيارات الفارهة وأحدث أنواع السيارات. طبعا المكلرن سيارة مش اعتيادية، مش دائما أنت بتحصلها، يعني تحصل أجهزة تفحصها. طبعا مركز الأردن لفحص السيارات الحمد لله قادر على فحصها بأرقى وأفضل الأجهزة في العالم. لو شايفين هذا البورت اللي هو OBD مالتها، شبكناها عشان نقرأ الكمبيوتر مالتها في أرقى جهاز بالعالم اللي هو جهاز الأوتل ماكس فلاش. هذه الوصلة مالته تمام وبيشتغل واي فاي، والكمبيوتر شوي بعيد عنها، خلينا نجي عليه شوي. الآن لو شايفين رقم الشخصي قريب بشكل أوتوماتيكي، هذا هو، نقول له أوكي. الآن قاعد بيحاول يشبك عليها الجهاز ويقرأ كل مشاكلها. شوف هذه 2015، نوعها سبايدر 650S، هذه الانجن تايب M838T، وهذا رقم الشخصي. بنقول له أوكي ومنكمل الفحص. إذن فحص الأردن، مركز فحص الأردن ريادي يواكب التكنولوجيا. لو شايفين هاي كل الموديولات، يعني بنفحص لكم الماكينة، بنفحص لكم الترانسميشن سيستم، الباور ترين موديول، عفوا الكنترول موديول، الاستابيليتي اللي هو بيحافظ على الاستابيليتي، الاي اس بي الكتريكال استابيليتي سيستم، الاوكيوبيشن ريزيستنت كنترولر، الانسترومنت كلاستر اللي هو العداد واموره، الكتريكال باركينج بريك البريك الكهربائي، التاير بريشر مونيتورينج سيستم، نظام مراقبة ضغط العجلات تمام، البادي كنترول، هاي الأمور كلها شايفين هون. السيكوريتي جيت واي، يعني أنظمة كثيرة، المكيف مثلا، أنظمة الأبواب، أنظمة المقاعد، أنظمة الستيرنج الكهربائي، أنظمة الهيد يونت، السيت كنترول موديول، أنظمة المقاعد كلها. إذا خلينا نقول فولت سكان، هيو بيحاول يعمل عليها سكان يشوف لو فيها مشاكل، يعني لو فيها إيرباك ضارب مثلا رح يبين معانا، لو فيها مثلا خلينا نقول حادث بالبادي كنترول موديول الباور ترين، هذا راح يظهر عندنا سنسور مضروب، نقول لك انه هاي والله في كان فيها حادث. لو نظام الاستابيليتي مثلا في مشكله، انه تعرف بوضعيه معينه بهيئ اشياء معينه عشان ما تميلش كثير مثلا، فهو بيعطيك المشاكل. اذا هاي التقرير راح نطلعه وراح نطبع لكم تقرير، يعني خلينا نقول كامل مكمل عن المشاكل اللي بالسياره والأشياء اللي فيها. بالعكس كمان حتى ممكن لو في عندك إشي للصيانة للسيارات الفارهة إحنا نحدد لك الأعطال. مركز الأردن لفحص السيارات يعيدكم بمواكبة الجديد وتغطية كاملة لجميع أنواع السيارات الفارهة، يعني بنأخذ أرقى الأجهزة بحيث أنه نشيك على أعطال السيارات الفارهة بكل أنواعها، إن كان ماكلرن، إن كان ميزراتي، بوغاتي، الفراري، كلها إن شاء الله عندنا أجهزة متعددة بتغطيها تغطية كبيرة. طبعا أبو ريان فيكم تكلموا على 0971-55-628-7867، خدمة لجميع دول الخليج. اللي من برا وبدي يفحص سيارة من هنا بيقدر يعتمد علينا نفحص له السيارة ونعطيه بإذن الله تقرير يعني أوتوماتيكي منفصل، مثلا مو أنه بس إحنا صح بننزل تحت السيارة ومنشيك شخصيها، برضو بنستخدم أرقى الأجهزة لفحص السيارات ومنزودك بتقرير. هيو ها لو شايفين هون ريبورت، منقول له سكيب ومنروح هيو، منقول له من هون سيف وسيف اول داتا. لو شايفين هون بنقدر نكتب لك حتى اسم الزبون، رقم الشخصي، عفوا رقم البليت نمبر من هون، وهي بنقدر منروح من هون نقول له هاي المكلرن هاي تقريرها، تفضل انت وين موجود اعطيني ايميلك وودي لك اياها كايميل، ببعث لك اياها. هذا تقرير لا بقدر اني العب فيه ولا ازود عليه ولا انقص فيه، هذا تقرير كمبيوتر السياره بالاضافه لفحص الاجزاء الاخرى اللي هو فحص البادي، فحص الشاصي، رفع السيارة، فحص كمان احنا بنفحص الانوار الامامية، بنفحص فتحة السقف شغالة او لا، بنفحص المساحات، بنفحص المري، بنفحص الاشياء اللي هي الاساسية بلس الاشياء المين، يعني طبعا نرفعها على الجك ونشيك لكم اياها كمان بشكل كامل. اهلا وسهلا بكم.